وجاوبني لله لله وشنو يا ندير وجاوبني لله لله راك لي وجاوبرا الفراق جاوب را الفراق جاوب را الفراق يقتل فيا انا عرق بعرق اقسم بالله لا شي الخير من عند الله سبحانه وتعالى لان حقيقه ما كنتش كنتوقع النجاح هذايا كنت كنتوقع التفاعل هذا الحمد لله يمكن نيه الصديقه في اننا عملنا عمل اهداء الاطباء ويمكن هذا التشالنج اللي كان انا بحال اللي بدلت السيل شويه وهذا هو العبقري محمد رفاعي انا صفت لي اغنيه اللي حقيقه عجبتني بزاف وكلمات رائعه من عند يونس ادم وتوزيع حمزه الغازي آه اخراج ديال حمزه الملاحي وتا شاركنا ايضا في الميكساج وفي البروداكشن بلا افريكان وتوفيق والحمد لله وفقنا الله ان نعملوا عمل في مستوى هذه غزت لان نورمالمون كنستعان باطفال اخرين من ممثلين اخرين ولكن دابا في الكورونا وكونفينمون ما يمكنش تجيب ولد شي شي شخص اخر فهمتني فكان ولدي لانه عايش معايا نورمال يمثل معايا دور بالنسبه في الحجر الصحي لوليدات الله زعما الله حسن العوال الاساسي ده أه وحتى الاباء اللي اللي دوزوا معاهم هذه الفتره لان الوليدات فحال اللي تخنقوا شويه بداو كيحماقوا في الدار والله الا أه دوزت تمارين حاولت ان نفوج عليهم حاولت ان نشرح لهم شنو هي كورونا باش يفهموها والحمد لله دازت الامور مزيان نهائيا ما عمري انا كنفكر في هذا الشيء انا كنبدا كانسان زعما اللي الحمد لله تربينا في الخير وتربينا في التكافل الاجتماعي انا شويه راه 38 سنه راه عشت عشت ان كيفاش الجيران ديالنا كانوا دائما كتنقص شي حاجه كتمشي عنده تجيبها كدا ما عندك شي, شي حاجه في الدار كيجيبوها لك فتربيت على هذا المبدا فجبرت الناس محزنين اللي تعاونوا معنا ومنهم السي احمد شاه وعبد الملك الراوي خرجنا خرجات اللي تقريبا وصلناها تم 3500 خفه ما بين طنجة، تطوان، قصر كبير، كازابلانكا، وشاركنا فيها العديد من الفنانين منهم رشيد رفيق وعادي الأصيل فكنظن بان هذا هذه كانت واحد المبادره طيبه جدا زعما يستاهل يستاهل اكثر يستاهل 100 مليون ذا ذا لان ذاك السيد كيشاهد وغزال وكثر من خايل صراحه الله دوزنا انا وياه ماشي قليل كنقول شكرا على البارتاج الاغنيه اكيد كنقول الناس كلهم شكرا بزاف على سبورت ديالكم شكرا على الدعم ديالكم ان شاء الله ربي يزول هذا احسن احنا في اقرب وقت ويرجع المغرب ديالنا نمبر وان في العالم بكم انتم تبارك الله عليكم <applause>